مرت أيام عديدة لم يكن على مواقع التواصل الاجتماعي حديث إلا عن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة ومصيره، وكما شغل مواقع السوشيال ميديا بدورانه شغلها بسقوطه. لم تكاد تعلن الصين عن سقوط صاروخها حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي فرحا بالطبع بالمقاطع المصورة التي أظهرت الصاروخ في عدد من البلدان العربية قبل سقوطه. ورصدت الفيديوهات، طبعا هذه الفيديوهات رصدت من قبل مواطنين في السعودية وسلطنة عمان. دعونا نشاهد. شوف هذا، بسم الله الرحمن الرحيم. صوتين تابع نلبس. والله يبيقع يبيقع. يفتر يا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذا اليوم. أعود لألقاكم غدا في نفس التوقيت مع ملفات جديدة وقضايا مختلفة. فما الله.